فغضب اللعين عمر بن سعد وصاح: يا ويلكم، أكبوا عليهن الخباء الخيم واضرموها نارا واحرقوها بما فيها. فأشعلوا فيها النار، فخرجن النساء حواسر مسلبات حافيات باكيات يمشين سبايا في أسر الذلة. فقال الراوي: فوالله لا أنسى زينب ابنة علي وهي تندب الحسين وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمد، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والردى، وبناتك سبايا. يا محمد، هذا حسين بالعراء، تسفي عليه الصبا، قتيل أولاد البغايا، وحزناه وكرباه، وهذا حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، بأبي من أضحى عسكره في يوم الاثنين نهبا، بأبي من فسطاطه مقطع العرى، بأبي من لا غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من نفسي له الفداء، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء، بأبي من جده محمد المصطفى. ثم إن سكينة اعتنقت جسد أبيها الحسين فاجتمعت عدة من الأعراب حتى جروها عنه. قال الراوي: فأبكت والله كل صديق وعدو.